لم يكن تاريخنا يوما يفتقر إلى العلم والعلماء، وعصور الظلام التي تحدثت عنها أوروبا كانت عصور النور والمعرفة على الحضارة الإسلامية. ففي الوقت الذي عانت فيه أوروبا من النزاعات، كانت الحضارة العربية الإسلامية تبني المكتبات وتؤلف المؤلفات الطبية والعلمية والهندسية التي اتخذها الغرب لاحقاً أساساً لعلومهم. لم نكن مثل الغرب منصفين في حق مفكرين، بل سعينا إلى تمجيد غيرهم متناسين فضلهم على حياتنا اليوم. فالذي لا ندري به أن علماءنا هم من وضعوا أسس الهندسة والطب، ومنهم من فسر كيف نرى وكيف ممكن أن نطير، ولولاهم لما عرفنا البوصلة. في برنامجنا هذا سنتطرق إلى بعض من علمائنا العظام الذين ظلمناهم بأيدينا، وأظن أن أبسط ما يمكننا فعله هو إعادة إحياء ذكراهم ومعرفة إنجازاتهم وإنصافهم أمام أنفسنا والعالم. ولكن ولأن ما أنجزوه عظيم جدا، دفعت بنا الحمية للبحث عنهم وإظهارهم للناس، وهي أن لنا تاريخ مشرف، تاريخ قامت عليه حضارات العالم قديما وحديثا. فكانت فكرة برنامجنا هذا علماء مسلمون نسعى فيه لإظهار العلماء المسلمين إلى النور، ليراهم الناس بوجههم الحقيقي الذي ظلمه التاريخ والذي سعى البعض لمحو اسمهم. سنتعرض في برنامجنا هذا لأهم الشخصيات المبدعة بالتفصيل، بالإضافة إلى سرد بعض من إنجازاتهم. من خلال برنامجنا ستشعر وكأنك تجلس مع ابن الهيثم، أو تحلق إلى جانب عباس بن فرناس، أو تتابع مع أبو القاسم الزهراوي عملية صنع الأدوية التي تجعلك تعيش التاريخ بأجمل مراحله. فابقوا معنا. ابن عطية الأندلسي هو أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد بن عطية المحاربي، من قبيلة قيس عيلان بن مضر، من أهل غرناطة. ولد سنة 481 للهجرة في غرناطة في الأندلس في بداية عهد دولة المرابطين، والتي كانت تعرف بدولة الفقهاء. ينتمي لأسرة مهاجرة من المشرق، كانت الأسرة ذات علم ومكانة هيأت له أسباب طلب العلم، فتتلمذ على يد كبار علماء الأندلس، فهو لم يرحل كما رحل غيره من علماء الأندلس بسبب ظروف بلاده آنذاك. كان فقيها عالما بالتفسير والأحكام والحديث، وكانت له اليد الطولة في اللغة والأدب والشعر. فقد قال في حقه صاحب قلائد الأقيان: نبعة دوح العلاء ومحرز ملابس الثناء، فذ الجلالة وواحد العصر والأصالة، وقار كما رسى الحظ، وأدب كما أطرد السلسل العذب، أثاره في كل معرفة، وعلم في رأسه نار، وطوالعه في آفاقها صبح ونهار. أما ابن بشكوال في الصلة فقال في حقه: كان واسع المعرفة، قوي الأدب، متفننا في العلوم. من أحفاده الفقيه الخطيب القاضي عبد الحق بن محمد بن عطية، ذكره ابن الأحمر وأورد له قصيدة في مدح الغالب بالله النصري وأحمد بن الحسن القضاعي. لا يعلم شيئا عن نشأته العلمية التي لا تخلو أن تكون جارية أو على ما كان مألوفا من تعلم القرآن والخط وتلقي مبادئ العلوم الإسلامية والأحكام الدينية التي يتهيأ فيها إلى حياة علمية مكثفة. ولما بلغ طور الطلب بتجاوز المرحلة الأولى، أخذ في مجالسة الشيوخ والاتصال بهم وملاقاتهم أينما وجدوا في أعظم مدن الأندلس، فروى
وأخذ عن الكثير من المشايخ. وقد كان أبوه غالب حريصا على طلب الإجازة له من الكثير من العلماء، فستجاز له أبا جعفر أحمد بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن القلعي بإجازة، كما كان عبد الحق بن عطية حريصا على طلب الإجازة من العلماء، فقد راسل عددا منهم لاستجازتي، فكتب إلى أبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي الذي بعث له بالإجازة من مدينة ملقى، وكتب أيضا إلى أبي علي الحسين بن محمد بن فير الصدفي السرقسطي طالبا من الإجازة فأجازه. وقد وردت عليه إجازات علماء آخرين كأبي عبد الله محمد بن منصور الحضرمي الساكن بالإسكندرية، والإمام المازري دفين مدينة المنستير التونسية. وكان عبد الحق بن عطية حريصا على الالتقاء بالعلماء والاجتماع بهم في كل مدن الأندلس التي حل بها، فلقي بمدينة غرناطة محمد بن علي بن حميد التغلبي وأبا بحر سفيان بن العاص، وفي قرطبة أبي القاسم خلف بن إبراهيم بن خلف بن سعيد بن الحصار المعروف بابن النحاس، ومحمد بن عبد الرحمن بن عتاب، ولقى بمدينة إشبيلية الحسن بن عمر الهوزني، ولقى بجيان محمد بن عمر أبي العصافير الجاني. ولا يعرف لابن عطية رحلات علمية أو لغرض آخر خارج الأندلس. وقد ولي خطة القضاء بمدينة المرية في شهر محرم عام 529 للهجرة للمثلثمين. وقد كان عبد الحق بن عطية من المجاهدين، فقد نهض إلى غزوة طلب بيزة في سنة 503 للهجرة، وكان كثير الغزوات في جيوش الملثمين، وقد كتب إليه أبو غالب أبياتا يتشوقه فيها: يا نازح الدار لم يجعل من نزحت دموعه طارقات الهم والفكر، غيبت شخصك عن عيني فما ألفيت من بعد مراءك غير الدمع والسهر. وقد كان أول جهاد في مواصلتي لا سيما عند ضعف الجسم والكبر. تتلمذ على يد عبد الحق بن عطية الكثير من العلماء، وأخذوا عنه وروا عنه الكتب والمصنفات، فمن تلامذته ابنه حمزة وأبو القاسم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد بن يوسف الأنصاري الأندلسي المعروف بابن حبيش، ومن مصنفاته اقتضاء بوصلة ابن بشكوال، وقد روي عنه تفسيره، وعبد الملك بن محمد بن مسعود أبي الخصل الغافقي، وقد قرأ على ابن عطية فهرسته، وعبد المنعم بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد الخزرجي المعروف بابن الفرس، ومن تأليفه مسائل الخلال في النحو وأحكام القرآن،